ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل ما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله وكان الله بكل شيء عليما أيها الذين آمنوا
وأصيلا.